في اليوم الأخير من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، كتبت معظم الصحف الوطنية عن إسدال الستار عن الحملة بعد 21 يوماً من انطلاقها. جاءت صحيفة المساء على صدر صفحتها الأولى بدعوة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور وإفشال محاولة العودة إلى الوراء، وأضاف الوزير أن نوفمبر سيكون بداية التغيير الحقيقي وشاهداً على رفع التحديات. الدستور الجديد رسخ مقومات الهوية، وبيان أول نوفمبر وثيقة مرجعية للشعب هو العنوان الذي كتبته يومية المحور، والذي جاء على لسان وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي، حيث قدم الوزير عرضاً مختصراً شاملاً حول مشروع تعديل الدستور الذي أكد أنه يرسخ مقومات الهوية. اختارت يومية الشعب عنوان إنزال سياسي من أجل نعم للدستور، مع العودة إلى الأجواء التي رافقت الأسابيع الثلاثة من الحملة الاستفتائية، والتي تميزت بتنشيط عدد كبير من التجمعات الشعبية من قبل الطاقم الحكومي بدرجة أولى والطبقة السياسية والحركة الجمعوية التي لعبت آخر أوراق إقناع الهيئة الناخبة. دخول الصمت الانتخابي اليوم في منتصف الليل هو ما افتتحت به اليومية الناطقة باللغة الفرنسية لجور، مشيرة إلى النشاطات المكثفة التي شهدتها الأسابيع الثلاثة من الحملة من تجمعات، ملتقيات وحملات تحسيسية لدعوة المواطنين إلى التصويت بقوة على المشروع. في نفس السياق كتبت يومية المجاهد على صدر صفحتها الأولى التصويت من أجل التغيير، مشيرة إلى انتهاء الحملة الاستفتائية اليوم للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك بعد مرور 21 يوماً من الحملة التي تميزت بنشاطات مكثفة حسب ما أوردته الجريدة. كتبت جريدة البلاد وزراء وأحزاب يمرون إلى السرعة القصوى، إذ صعدت الأحزاب والجمعيات خرجاتها في اليومين الأخيرين من أجل الترويج لمشروع تعديل الدستور وحشد الدعم لهذه الوثيقة والدعوة إلى المشاركة الواسعة يوم الفاتح من نوفمبر.